بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، أحييكم مرة أخرى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم. نتواصل على الخير والعطاء، نتواصل مع هذه الأسماء المنطلقة التي تتنافس باحثة عن التحديات، باحثة عن الناموس، مباشرة مع المركز الأول ومع منصورة. الله يا منصورة في مقدمة الشوط، تفتتح إذاعة هذا الشوط. هذا هو شعار شاهين وشعار وبران وشعار الكثير والكثير من الأسماء اللامعة، وتعود ملكية منصورة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. بينما أنتقل مباشرة إلى المركز الثاني وإلى اسم الطيارة، بينما تعود ملكية الطيارة للسيد سويد بن زايد بن قشمان المنصوري على المركز الثاني، بينما أنتقل إلى المركز الثالث وإلى اسم الشاهينية بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وكذلك الطيارة الأخرى للسيد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي على سابع الأسماء، بينما هنالك الشايبة لسالم بن ظفر مخموشة العامري. أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة، أعود مع القوة والإثارة. هذا هو شوط المحليات. 1200 يا الحلامي، 1200، 1200 يفصلنا عن هذه الكلمة الأخيرة، ألا وهي كلمة الناموس وقناة أبو ظبي الرياضية التي ترصد السرعة 43 كيلو مترا في الساعة الآن. هنالك بقيادة منصورة والشاهينية، منصورة والشاهينية، منصورة والشاهينية، الشاهينية والسرعة ترتفع تصل 44 كيلو مترا في الساعة. إن دل هذا على شيء فإنما والله يدل على السرعة في الكيلو المتر النهائي، والسرعة تنطلق والأسماء تنطلق. الشاهينية، الشاهينية، القوة والإثارة والاحترام لهذا الشعار الأزرق اللي في مقدمة هذا الشوط. هذه هي الشاهينية. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هنالك منصورة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. ثالث الأسماء جبار للسيد حمودة بن غانم بن علي بن حمود الظاهري مع المركز الثالث. رابعا هنالك الوصول ايضا من هذا الاسم القادم بكل قوة، نيران، نيران، نيران القادمة على المركز الرابع الان للسيد سالم بن خميدش ايضا بن علوبة على المركز الان الرابع. اعود مع المقدمة، اعود مع الشاهينية، اعود مع هذه المميزة في مقدمة هذا الشوط. يا لها من قوة، يا لها من اسماء قادمة. الشاهينية حمد بن محمد بن سالم، ونيران قادمة تهدد، نيران وجبارة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظهري، والشاهينية ونيران. النيران قادمة، النيران قادمة، والشاهينية في المقدمة. الشاهينية، الشاهينية، الشاهينية. سلام، سلام بالوردي وبالفل لمالك الشاهينية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني جبارة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظهري، وفي المركز الثالث هنالك أيضا نيران لسالم كبيرس بن حمد بن علوبة. المركز الرابع هنالك منصورة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. المركز الخامس مياسة للسيد راشد بن محمد بن راشد المنصوري. هكذا التحية والاحترام لكل الفائزين. الشاهينية هي التي استطاعت أن تنتصر مع هذا المنتصر السيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. سلام إلى السلطنة، سلام إلى ولاية المضيبيت. هنالك التوقيت الزمني 9 دقائق و51 ثانية وثلاث أجزاء وسبع أجزاء، التوقيت واضح على الشاشة، وسبعة أجزاء. الثانية والناموس سيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني 9 دقائق 52 ثانية وفاء وتماما جبار السيد حمود بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. والمركز الثالث نيران للسيد سالم بن كميدش بن علوبة مع المركز الآن الثالث.